You look beautiful. Thank you. ايه اللي جابك هنا؟ هو ده مش فرح بنتي برضو ولا ايه؟ فرح بنتك وانتي مش معزومة فيه. اطلعي برا. اهدي يا ماما، اهدي، ما ينفعش كده. ما يصحش كده يا طنط، مهما كانت دي امي برضو. سميح تعالي معايا، عايزاكي. مش هروح في حتة يا ماما. ما تنشفيش دماغك وتعالي بقولك. مبسوط قوي انك جيتي. ما انت اقنعتني، ما كنتش حاسبها بصراحه. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. مبروك يا عمر. الله يبارك في حضرتك. طيب ايه، احنا هنفضل نتكلم واحنا واقفين ولا ايه؟ اتفضلي يا طنط عادي. عمري ما كنت اظن انك تعملي حاجه كده يا سميح. ليه يا ماما؟ ما تظنيش ليه؟ حضرتك مش عارفة دي مين وعملت فينا ايه؟ يا بنتي دي ضيفة عندنا، وده فرح بنتها، يعني الأصول أصول. استقبلوها انتوا زي ما انتوا عايزين براحتكم، إنما أنا مش مطلوب مني إن أنا أعمل كده. مش هقدر يا ماما، مش هقدر أعمل كده مع واحدة أغلب مشاكل حياتي بسببها. خلاص ما تتعامليش معاها، بس دلوك اعصر على نفسك لمونة واستحمليها لحد ما تفرح ببنتها وتمشي. حاضر يا ماما. في بقي خالص اهو، وهفضل قاعده كده ساكته مش هنطق لحد ما تمشي من هنا عشان خاطرك وخاطر عمرو.